النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. تتأثر المملكة خلال اليومين القادمين، وبدأ تأثير من هذا اليوم السبت بامتداد لكتلة هوائية تعتبر ذات درجات حرارة أقل من معدلاتها المعتادة، اندفعت نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه خرائط درجات وتوزيعات درجات الحرارة في الطبقات القريبة من سطح الأرض. هذه درجات حرارة اليوم أمس الجمعة. كما نلاحظ هذه الألوان الداكنة تنم على وجود ارتفاع ودرجات حرارة مرتفعة، وهذه الألوان التي تميل إلى اللون الأصفر والأخضر هي مشار إليها بالكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة التي هي أقل من المعدلات المعتادة. هذه الكتلة الهوائية التي تحدثنا عنها اقتربت وأثرت على المملكة اليوم السبت، بحيث كان هناك انخفاض لافت وكبير جدا على درجات الحرارة تأثرت به المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم، وانخفضت درجات الحرارة بما يقل عن معدلاتها المعتادة بعدة درجات، وسط أجواء تميل إلى تصبح أكثر ربيعية لطيفة. نهار يوم الأحد تبقى هذه الكتلة الهوائية المشار إليها باللون الأصفر مسيطرة على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة، وبالتالي يوم الأحد تبقى درجات حارة عموما في ساعات النهار ربيعية لطيفة، إلا أنها تكون في ساعات الليل نستطيع القول بأنها تكون مائلة للبرودة في عدة مناطق، بل وتكون باردة نسبيا في بعض مناطق المملكة، مما يستلزم يعني ارتداء بعض الملابس التي تكون أكثر دفئا عما كان عليه طبعا الأيام السابقة. تبقى هذه الكتلة الهوائية موجودة في المملكة حتى يوم الاثنين، بل وربما تتسبب هذه الكتلة بتكاثف لبعض السحب التي تؤدي إلى هطول الأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد، ولكن يبدأ تراجع تأثير هذه الكتلة الهوائية كما نلاحظ اعتبارا من يوم الثلاثاء، إذ تعود مرة أخرى درجات حرارة الارتفاع والاقتراب التدريجي من المعدلات المعتادة اعتبارا تقريبا من يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. إذا الأجواء هذه ليلة تميل للبرودة في أغلب ومعظم مناطق المملكة مع ظهور كميات من السحب والغيوم، ربما يتشكل الضباب في أعالي المرتفعات الجبلية العالية، أيضا يكون الطقس رطبا، تنخفض درجة الحرارة في العاصمة من إلى 13 درجة مئوية، دونا عن ذلك ربما تنخفض درجة الحرارة في بعض المناطق الأخرى. يستوجب الطقس خلال ساعات هذه الليلة ارتداء الملابس أكثر دفئا عما طبعا بالمقارنة ما كان عليه الطقس خلال الليالي الأسابيع الماضية. الأجواء هذه الليلة قد تكون باردة في بعض المناطق. خلال الأيام القادمة ونهار يوم غدا يتوقع غدا الأحد أن تكون درجة حرارة في العاصمة من 23 درجة مئوية، هي أقل بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. معدل درجة حرارة الآن تقريبا في العاصمة عمان في نهاية العشرينيات، تكون درجات حرارة في بداية العشرينات يوم الأحد. الطقس يكون لطيف ربيعي نوعا ما، لكنه يميل للبرودة في ساعات الليل، تكون في ساعات الليل 14 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. يوم الاثنين ارتفاع قليل جدا على درجات حرارة، لا تغيير يذكر على الأجواء، تبقى ذات الكتلة الهوائية مسيطرة على المملكة، ظهور لكميات من السحب والغيوم، ولكن هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من المطر في المنطقة الشمالية من المملكة، الصغرى 16 درجة مئوية، ويبدأ يعني ارتفاع درجات الحرارة يبدأ من يوم الثلاثاء، تصبح درجة الحرارة في العاصمة عمان حوالي 28 درجة مئوية كما نلاحظ في ساعة النهار، والصغرى 18، ويبدأ وتعود مرة أخرى تدريجيا درجات الحرارة للاقتراب من المعدلات المعتادة. نستعرض الآن سويتا درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها من المناطق الشمالية في إربد 24-15، في عجلون 22-14، في جرش 24-14، وفي المفرق من 25-12 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في عمان 23-14، في السلط 23-15، في مادبة 23 أيضا 15، في البحر الميت 31-24، وفي الزرقاء من 25-14 درجة مئوية. في جنوب المملكة تكون في الكرك 23-13، في الطفيلة 22-14، في معان من 27-15، أجواء باردة نوعا ما في ساعات الليل في هذه المناطق. أما في جبال أشرف تكون من 20-13، وفي العقبة
تكون ما بين 33 في ساعات النهار، بينما الصغرى الليل حوالي 23 درجة مئوية. نختم في المنطقة الشرقية التي تشهد أيضا رياحا نشطة مثيرة للغبار في تلك المنطقة، في أرويش 30 إلى 17، في الصفاوي 30 إلى 14، كذلك أمر في منطقة الأزرق. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.